ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الان كنتواجدوا بالوقفة المبرمجة من طرف المجلس الاقليمي للتنسيقية الاساسية الذين فرض عليهم التعاقد، تنديدا اولا بالمحاكمة السورية التي يتابع من اجلها زملاؤنا لا لشيء الا انهم طلبوا بحقهم في الوظيفة العمومية. ثاني شيء هو ردا على الاستفزازات التي تمارس على الاساتذة المفروض عليهم التعاقد واطور الدعم المفروض عليهم التعاقد من داخل مديرية الحي الحسني ومن داخل التراب الوطني اجمعين. هذه الوقفة جسدناها اليوم لنقول أن خط الممانعة ما زال مستمرا وأن الأساتذة مفروض عليهم التعاقد لا زالوا مستمرون في النضال إلى غاية تحقيق المطالب ديالهم. أولا أنا كناشد الشغلة التعليمية أنها توحد الصفوف ديالها، لأن ما هو آتين هو أسوأ. ربما احنا نعاني منذ 4 سنوات ولكن الشغلة التعليمية ستعاني بعد 20 سنة كذلك. لماذا؟ إذا وافقت على تمرير النظام الأساسي بصيغته الحالية. فنحن كتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد قررنا أننا نقاطع تسليم النقاط كخطوة تصعيدية من أجل الدفاع عن حقوقنا والاستماتة والدفاع عن الحقوق، ولكن هذه الخطوة النضالية لا يمكن أن تؤدي كلها إلا إذا كانت واحد الوحدة نضالية من بين يعني من داخل التنسيقية كافة ومع كافة الإطارات النقابية. وكندعو الشغلة التعليمية تلتف حول إطارات النقابة ديالها وتحاول توحد الصفوف ديالها، وكناشد الوزير بن موسى أنه يلقى الحل للمشكل، لأن الصيغة ديال النظام الأساسي الحالي لا تبعث أملا في الحل. هي المنابر الصحفية التي تغطي هذا الشكل النضالي. الشكل النضالي هو من تنظيم التنسيقية الإقليمية الأساسي ذو أطر الدعم نفرض عليهم التعاقد بالحي الحسني. هذا الشكل الاحتجاجي هو يعني في البداية رفضا للمحاكمة التي يتعرضوا للأساتذة اليوم 25 نوفمبر على مستوى محكمة السينا بالرباط بتهم جنائية، لا لشيء إلا لأنهم يناضلون يعني بشكل سلمي من أجل الحق في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. شكلنا النضالي أيضا هو رفض للتضييقات التي تطال الأساتذة وطر الدعم يعني على مستوى مؤسسة ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية. يعني الأساتذة وطر الدعم يتعرضون لمجموعة من التضييقات من طرف الإدارة التربوية بهذه المؤسسة، الذي يعني من المنتظر أن تكون يعني السند وتكون أيضا الموجه والمحتضن لهؤلاء الأساتذة. فبإذا يعني نجد بأن الإدارة التربوية تمارس ضغطا وتضييقات على الحريات النقابية وعلى الحريات أيضا أو الحق في تجسيد الإضراب. إضافة أن شكل النضال اليوم هو يعني استمرارا في معركتنا النضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد التي انطلقت منذ 2018 ولا زالت مستمرة إلى حدود اللحظة، متشبثين بحقنا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء نمط التشغيل بالتعاقد بشكل عام والحفاظ على مجانية قطاع التعليم ومجانية التوظيف وأيضا مجانية الحق في الوظيفة العمومية عبر تحمل الدولة الكلفة المالية للمدرسة العمومية ولا أيضا لنمط التوظيف العمومي الذي كان يعني يتم التوظيف به قبل مرحلة 2016 يعني قبل إقرار مخطط التعاقد. إذن معركتنا النضالية لازالت مستمرة بنفس بطولي وبيعني صمود فولادي في وجه كل أساليب القمع، ليس فقط المحاكمات وإنما يعني السرقات الفاحشة من الأجور التي تصل إلى قرابة 2000 درهم شهريا، إضافة إلى القمع الذي نتعرض له على مستوى الشارع، إضافة إلى ما يزيد عن 70 أستاذ متابع على المستوى المحكمة منهم 10 أساتذة متابعون بتهم جنائية على مستوى محكمة السنان. ويعني معركتنا لازالت مستمرة إلى غاية تحقيق المطلب الأساسي ديالنا هو إسقاط مخطط التعاقد واستمرار نمط التوظيف العمومي لدى كافة أبناء الشعب في قطاع التعليم. جاوب لكن تجاوب لا يرقى إلى حجم التطلعات من قبيل التوظيف الجهوي أو نظام أطر الأكاديميات وما إلى ذلك. إذن نحن لم نكن طرف في المشكل كي نكون طرفا في الحل. نحن كأساتذة فرض علينا التعاقد، نرفض هذا النمط. إذن عندما تقترح الدولة حلولا تقترح حلولا ترضيها هي ولا ترضينا نحن،
وبالتالي يعني دائما نصل الى النفق المسدود والتنسيقيه يعني بابها الحوار مفتوح، لكن الحوار البناء والجدي على ارضيه واضحه، ارضيه اسمها طالب واضحة بإلغاء نمط التشغيل بالتعاقد. وأكد يعني الدولة تؤكد عبر وزارة التربية الوطنية بأن ملف التعاقد يفوق طاقتها ويفوق يعني توقعاتها، وبالتالي الحل لازال حلا ملغوما، فقط تسويف محاولة تسويف الملف وخندقة الملف في نقاط يعني غير مقبولة من قبل المحاكمات ومن قبل اقتطاعات الفاحشة من الأجور وما إلى ذلك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.